نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محاضرة في كلية التمريض في جامعة الإسكندرية حول أهداف الحوار الوطني. وتأتي الندوة في إطار دور الجامعة التوعوي والتثقيفي لأبنائها من الشباب ولأفراد المجتمع الخارجي بمختلف القضايا المهمة، والتي يأتي في مقدمتها التعريف بمؤتمر المناخ الذي يقام في شرم الشيخ. النهارده احنا في جامعه الاسكندريه في ضيافه كليه التمريض للاستماع لاراء الطلاب والطالبات حول التغيرات المناخيه، رؤيه الطلاب حوالين استضافه مصر للكوب 27، وايضا بالتوازي هنتكلم عن الحوار الوطني واهم ما يهتم به الشباب وطلاب الجامعه مستقبل مصر عن هذا الحوار وكيف نتوجه الى الجمهوريه الجديده. تاثير مؤتمر زي كوب 27 على مستقبلهم، على فرص العمل وعلى صناعات كثيره الحقيقه هتتاثر بهذا الموضوع. نتمنى ان شاء الله يكون لقاء موفق مع الشباب، ونحاول نستمع الى ارائهم في هذا الموضوع. الشباب مهم جدا ان هم يحسوا بالانتماء، ومهم جدا ان هم يلاقوا اللي يسمعهم. بنطلع منهم افكار هائله جدا على مدار العشرة ايام اللي فاتوا في مختلف بقاع مصر، يعني لا بيطلع منهم افكار ومقترحات واحلام وتحديات ومشاكل. سماعهم لوحده ده لوحده فلسفه من فلسفه الحوار الوطني واحد اهم اهدافه.